ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب والله ما جيت لي ايه الغضب اللي انت بتعمله؟ والله ما جيت جنبها. ايه ده انت بتعمل ايه القرف ده؟ معقول يا حسن ده انا لما انا جبتك معايا ايه ده يا عم؟ والله العظيم شعرك شبك في الحلقه في مسلسل كوره. خلاص بقى يلا بقى قدامي يلا الله يلا اتأخرت ولا حاجة على ما مش عرفت اجيلك يا لهوي سانشاين اون ذا نايت صراحة بقى انت ايديك تقيلة قوي ولا تقيلة ولا حاجة انت زودتها خالص هو كان هياخد باله كنت عايزني اعمل ايه سيبك انت عليا النعمة انت منورة الدنيا انا بصراحة متفائل بيكي جدا جدا بس بقى انا عايزك تاخدي راحتك خالص وتنتشري في الشقة كده شقة شرحة وبرحة وهتعجبك قوي عندي هنا بقى في الاوضه دي سرير خشب زان انما ايه اصلي يريح الجته ويرم العظم كده ويخليك تحلمي احلام ما حصلتش اه والله ما تيجي بقى يا حسني لسه بدري على الكلام ده لا بدري ولا حاجه معلش ما نسيت ضيفك تشربي ايه حشيش ولا بيره بيره فعلا بيره مشروب العصر اتفضلي أسد حبيبتي ما تقولي بقى بصراحة ومن غير لف ولا دوران علي ألف وأدور عليكي ليه؟ أنا ماليش في الكلام ده على فكرة بقى كل الناس فهماني غلط أنا الوحيد اللي في العالم ده اللي ماشي دغري يعني مثلا لما عوز حاجة أعملها على طول مثلا هو أنا ما جبتش معاكي من الآخر قلت لك يلا على الشقه ما قلتلكش امي عيانه تعالي زوريها ولا ابويا في الجيش صح عمرك شفتي صدق اكتر من كده لا خالص بس انا عايز اعرف هي عليا دي تقرب لك ايه بنت عمي اصل انا جدي كان نسوانجي وانا بقى طالع له كل شويه يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق بقى ليا في كل حته بنت عم بنت خال كده يعني منتشرين بس قولي لي انت ايه علاقتك بإيهاب إياب انت عرفتي ازاي ايه اللي بينك وبينه ما تقولي انتوا عايزين ايه بالظبط وانت بالذات ناوي على ايه وانا معاك شوفي الدنيا دي ملهاش امان لا اب نافع ولا اخ نافع ولا ابن عم نافع الحاجه الوحيده اللي نافعه هي الفلوس يعني ايه يعني انا لا يهمني عاليه ولا يهمني غيرها انا كل يهمني الفلوس عايز اطلع من هنا وانت والباشا بتاعك هوب خلاص هتعملوا عمليه جديده وانا عايز اعرف هي ايه وقع معاكم بس عاليه دي مش هتسقط لك عشان خاطر صاحبتها سيبك من عاليه دي عاليه دي احطها في جيبي عارف عارف انا جيت لك هنا ليه؟ عشان انا عارفه ان انت ذكي مش هتستغبى عليا مش هتلف وتدور بس انا مش هقول لك على حاجه خالص لحد ما تثبت لي ان انت مش هتلعب من ورايا وانا اثبت ده ازاي بقى انا هبقول لك تثبت ده ازاي الف سلام عليك الف سلام الف سلام القهوة بتاعتي بسرعة شكلك تعبان ما نمتش كويس طول الليل ألف سلامة عليكي أنا عارفة إن السهرة امبارح كانت متعبة بس حبيت أجي أقول لك آسفة لو كان حزني ضايقك معلش هو على طول كده زنان
اصله طول عمره بيموت في الستات الحلو. حصل خير، بس انا كنت طول الليل بهدي ايهاب واقول له ان اللي حصل ده ما يستدعيش خالص اللي هو عمله، بس انا كان لازم اوقفه عند حده عشان ما يسوقش فيها. واكيد طبعا ايهاب ما سابكيش. لا خالص، ده هو روح بسرعه عشان خاطر كان وراه ميعاد مهم جدا. هو حسني ما كلمكيش؟ لا. ولا انت كلمتيه؟ هو انا اكلمه ليه؟ على العموم هو باعت لك معايا هديه ومستني تكلميه عشان تقولي له رايك ايه. عن اذنك. ساعة على مين يا بنت؟ ده انا صايح ساعة متكلفة. ده انا 15 شهر بس ب 250 جنيه عند الصغير. لا والله؟ اه والله، اصل الكبير بيعملوا ب 400، قلت العملية مش مستاهلة بقى، خليها عند الصغير. خرابي على دي بلد. كاميليا، انا اول ما صحيت من النوم قلت لازم اجي اشوفك. ايه؟ عجبتك الهدية؟ انت واحد سافل. ده ليا الشرف. بعدين الدنيا دي ما تسعش غير واحد سافل، واحد حاقد، واحد شرير. على فكرة أنا عملت لك ألبوم سوا، أنا عارفة إن أنتي تحبي تحتفظي بالحاجات دي أوي، مش كده؟ وسيم باشا! وسيم باشا! إيه يا باشا؟ شفت بقى؟ عرفت بقى إن أنا هتظبط عليها ساعة الجامعة؟ أنا زعلان منك بصراحة. زعلان مني أنا؟ ليه بس؟ يا باشا أنا هقعد أدور عليك وأجري وراك عشان أشوفك ولا إيه؟ إحنا مش صحاب يا برنس. تعالى يا حسن، تعالى. إيه الشياكة دي؟ أكيد سينيهات بقى وماركات ومقضية. ما هو انتي لو تقولي لنا انتي واللهبل اللي ماشيه ورا ده بتعملوا ايه؟ كانت كل حاجه اتحلت ومشيت تمام. انا ده المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ دماغي اتجننت ولا ايه؟ دماغي بتوديني وتجيبني هكذا؟ يعني مش كنت نزلتك وخلصت كان بقى احسن؟ أنا بعيني اتجننت، أنا سلبني. يعني يا ترى دلوقتي هو هيقول عليا إيه؟ مش عارفة، هشوفه تاني ولا خلاص كده مش هيبقى موجود في حياتي. يا رب يا رب، ليه؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ ليه كل ما حاجة حلوة تحصل في حياتي تتاخد مني؟ ليه يا رب؟ ليه؟ هو أنا إيه؟ مش عارفة، يعني هفضل كده في الدنيا تلعب بيا شمال ويمين لحد ما تخلص عليا؟ يا رب يا رب ريح قلبي بقى، يا رب ريح قلبي.